يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نقتدي بالصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا لا يتجاوزون 10 آيات إلا بعد أن يحفظوها ويعملوا بها؟ كيف إيش؟ نقتدي بالصحابة رضوان الله عليهم، اعمل مثل عملهم، احفظ الآيات ثم اعرف معناها تفسيرها على الوجه الصحيح ثم اعمل بها كما كان الصحابة رضي الله عنهم. نعم.